السلام عليكم، أهلا بمتابعي القناة ومرحبا بالزوار الجدد. لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك جديد القناة. موضوع حلقة اليوم هي الطريقة الصحيحة لتشغيل نظام الدفع الرباعي الخفيف والثقيل مع الدفلوك في سيارات سيكويا التي تأتي مع نظام الدفع الرباعي. تابع المقطع للنهاية لمعرفة الطريقة الصحيحة. في البداية، بعد الاطلاع على كتيب السيارة، كما نرى نجد أن كتيب السيارة لا غنى عنه، حيث أنه يحوي معلومات دقيقة عن السيارة، مثلا الدفع بعجلتين التو ويلز أو النظام العادي، موضوع الدفع بأربع عجلات المستخدم أثناء الشعور بانخفاض قوة السحب، مثلا انزلاق أثناء المطر أو انجراف السيارة. ثلاثة، موضوع السرعة منخفضة الدفع بأربع عجلات ويستخدم في أثناء الصعود مرتفع أو نزول منحدر أو التغريد. وهذه معلومة مهمة، معلومات مهمة من الكتيب. إذا حسيت أن السيارة تنزلق، لا تقوم بتشغيل نظام إلا إذا توقفت السيارة عن الانزلاق، لأن الإطارات يجب أن يكون في احتكاك مع الأرض لكي يركب عمود النقل مع الجير، حيث أن انزلاق الإطارات يجعل الأمر مستحيل بسبب دوران كل إطار لحاله، مثل ما نلاحظ في هذه الملاحظة. الآن راح أقوم بتشغيل الفرار إلى نظام الدفع الرباعي الخفيف أثناء المشي. مثل ما نشوف الآن السرعة 70 كيلو، يجب النظام لا يعمل أثناء الوقوف بل يعمل أثناء المشي، والحين يجب أن تكون السرعة أقل من 100. بسم الله نبدأ. بعد التشغيل لاحظ إشارة التنبيه في العداد ظهرت بهذه الطريقة. يتم تفعيل الدبل الخفيف، لا حاجة للوقوف للتشغيل، حيث أن الترس يعمل بشكل أفضل أثناء المشي لأنه تم تصميمه ليعمل بهذه الطريقة. ولا ننسى أن السيارة يجب أن يكون سرعتها أقل من 100. الآن راح نقوم بتحويل النظام من الدفع الخفيف إلى الدفع الثقيل، والذي يعمل أثناء الوقوف التام عكس الدفع الخفيف، حيث أنه صمم ليعمل أثناء التغريز أو صعود مرتفع ونزول منحدر كما نرى في تعليمات كتيب السيارة. ولا ننسى أن ذراع تبديل الجير يجب أن تكون في وضع لا تعشيق الخالي، وبعدها يتم تدوير الفرار مع الضغط على المفتاح إلى 4L كما تم الآن. لاحظ الآن سوف نقوم بفره إلى 4L مع الضغط. ما نرى الآن راح أقوم بتشغيل قفلة الدفرنس بالضغط على هذا الزر المشهور باسم الدفلوك. الآن السيارة واقفة تماما، سأقوم بتشغيل الزر. نقوم بالضغط، تم تفعيل النظام الآن كما نشاهد في لوحة العدادات. الآن بعد تفعيل النظام، طريقة الإلغاء التشغيل هي ببساطة عكس كل ما قمنا به في بداية المقطع. اولا نقوم بالضغط على زر الدفلوك لاغلاقه والسيارة واقفة تماما. مثل ما نشاهد عزيزي المشاهد، سنقوم الان بالضغط على الزر لالغاء قفل الدفرنس. بعد إغلاق القفل الزر أو النظام قفل الدفرنس، نشاهد هنا أن النظام قد تم إلغاء تفعيله. الآن سنقوم بالتحويل من الدفع من نظام الدفع الثقيل إلى الخفيف كما نشاهد هنا تحول إلى نظام الدفع الخفيف. الآن سوف نقوم بالتحويل من الدفع الرباعي الخفيف والسيارة أثناء المشي السيارة على سرعة 40 من الدفع الرباعي الخفيف إلى الدفع الثنائي أثناء المشي. تم التحويل بكل بساطة. هذه هي الطريقة الصحيحة التي أتت مع كتيب السيارة. وهذه بعض التعليمات الخاصة بنظام الدفع بشكل عام، و
بعض التعليمات في حال حدوث أي طارئ أثناء التحويل. وفي الختام خلاصة المقطع، نظام الدفع الخفيف يعمل أثناء المشي بالسيارة، أما الخفيف أما الثقيل يعمل أثناء الوقوف تماما. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في مقطع جديد، ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.